ثانيا، معارك الرايات السود الثالثة في غرب إيران ضد سفيان الثاني ومن بايعه. في الرواية التالية ذكر لمعمعتين، الأولى في الأول من شوال والثانية في ذي الحجة. ومن سياق باقي الأحاديث والروايات لم يبقى قبل الظهور من الجيوش المتقاتلة سوى السفيان الثاني والرايات السود الثالثة للخراسان وشعيب. وعليه يمكننا الاستنتاج بأن المعمعة الأولى في شوال هي معركة أصفهان بين شعيب وجيش السفيان الثاني القادم من وسط العراق. أما المعمعة الثانية الأكبر في ذي الحجة فهي معركة أصطخر شيراز بين الرايات السود الثالثة للخراسان وشعيب وجيش السفيان الثاني القادم من البصرة وجيوش سجستان باكستان بقائد عربي. زمان أحداث الرواية التالية حتما قبل ظهور القائم الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. وعلى الأكثر تتحدث عن معارك الحسن الخراساني الرايات السود الثالثة مع جيش السفيان في إيران. أخبرني أبو سليمان عبد الله بن جرير الجوالقي قال أخبرني رجل من أهل الكتاب موصوف بجمع الملاحم أن هذا الكتاب عندهم مسموع من كبرائهم لا يكادون يدفعونه إلا إلى من يثقون بكتمه لمعرفتهم بما يتضمنه من عجائب الملاحم الآتية. وتركت الكتب الماضية فابتدأت من ذلك بآخر عمري المعتمد إلى آخر الكتاب. فذكر دانيال عليه السلام في كتابه هذا أظن أن هذا كتاب من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونسب إلى دانيال عليه السلام لحفظه من الحرق على يد المخالفين لاحتوائه على أسماء الشهور العربية وآيات قرآنية لم تكن معروفة زمان النبي دانيال عليه السلام. ويفرق الحسني أصحابه يجاهدون الخوارج في كل موضع خرجوا فيه ويتوجه هو بنفسه إلى ذلك بأصبهان فيلقاه فيقتله ويقتل أصحابه إلا من هرب، وذلك في أول شوال. ثم إذا كان في النصف من شوال كانت المعمعة الكبرى والطامة العظمى، ويتوجه الحسني إلى الذي بفارس فيصطلمه ويصطلم عسكره من هرب منه. ثم يكون في النصف من ذي القعدة زلازل وصواعق وخسف في بلدان الأرض كلها، ويكون في ذي الحجة المعمعة الثانية وهي أطم من الأولى وأهول. الملاحم لابن المنادي صفحة 31 إلى صفحة 46. المعاني: فارس جنوب إيران وعاصمته شيراز أصطخر. أقرب تاريخ محتمل شوال ذي الحجة 1438 للهجرة، المصادف تموز يوليو إلى تشرين الأول أكتوبر عام 2017 للميلاد. ذي القعدة سنة الظهور: أولاً الفناء والمعمعة وتمييز القبائل وزلازل وصواعق وخسف في بلدان الأرض كلها. ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون آية في شهر رمضان ثم تظهر عصابة في شوال ثم تكون معمعة في ذي القعدة ثم يسلب الحاج في ذي الحجة ثم تنتهك المحارم في المحرم ثم يكون صوت في صفر ثم تتنازع القبائل في شهري ربيع ثم العجب كل العجب بين جمادى ورجب ثم ناقة مقتبة خير من دسكرة
تغل 100,000. الدسكرة هنا بمعنى المزرعة. في رمضان آية في السماء كعمود ساطع، وفي شوال البلاء، وفي ذي القعدة الفناء، وفي ذي الحجة ينتهب الحاج، والمحرم وما المحرم، في السماء آية لليلتين خلت أو تبقيان، وفي المحرم ينادي منادي من السماء، ألا إن صفوة الله من خلقه فلان، فاسمعوا له وأطيعوا. وعام إذ ينتهب الحاج، وتكون ملحمة عظيمة بمنى، تكثر فيها القتلى وتسيل فيها الدماء، وهم على عقبة الجمرة. قال: قلنا وما الصيحة يا رسول الله؟ قال: هدة في النصف من رمضان ليلة الجمعة، فتكون هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل. فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم، فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقولوا: سبحان القدوس، سبحان القدوس، ربنا القدوس، فإنه من فعل ذلك نجا، ومن لم يفعل ذلك هلك. معجم أحاديث الإمام المهدي، الجزء الأول، صفحة 436، الحديث 300. المعاني: معمعة، المعمعة صوت الحريق في القصب ونحوه، ويقال للحرب معمعة، وله معنيان: أحدهما صوت المقاتلة، والثاني استعار نارها. والسير في الحر جلبة، تمييز القبائل، تفترق الناس إلى فرق متحاربة. أقرب تاريخ محتمل: ذي القعدة عام 1438 للهجرة، المصادف آب أغسطس عام 2017 للميلاد.